بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبي الله. اسمك يا سيدنا النبي أجمل من العطور والزهور، ويوم شفاعتك لينا يا سيدنا النبي هتخلينا نسكن الجنة ونعيش في القصور. يوم ميلادك يا سيدنا النبي بيستناه الكبير قبل الصبي، والأرض والسماء بتشهد على ميلادك يا سيدنا النبي وبتشع نور. تحية طيبة لكل اللي بيتابعنا من داخل مصر ومن خارج مصر. معانا النهاردة المعلم مصطفى، هيقدم لنا النهاردة عرض الهدايا. ازيك يا معلم مصطفى؟ يسلمك يا عم ابو عظيم، اخبار ما عليك ايه؟ الحمد لله. ايه العرض الموجود ان شاء الله كده ناوي تقدمه للمشاهدين النهارده؟ ان شاء الله انا معايا 3 عروضات. طب ممكن نعرف المشاهدين كده اسم حضرتك الاول؟ مصطفى باسم ضيف من السنطة، دي من داخل مزرعه ابو اشرف المعلم حسن شهود اخويا وحبيبي. احنا النهارده اول العرض معانا 3 عروضات يا باشا. معانا اول عرض 10 عجوب متوسط وزنهم 170. الاعمار سنه عجول تفاح امريكاني. وصحصح معانا معايا بكر مش نتاه يا باشا. رقم التليفون يا جماعه 010 622 929 61. اللهم صل على النبي. صل على الحبيب النبي كده، الله يسلمك. وصلاه النبي كلها مكسب، عليه الصلاه والسلام. بص يا باشا، قوم العجل وفتحه العجل من ورا وحلاوته. ده عمره قد ايه ان شاء الله كده؟ ده عمره سنه. اللهم صل على النبي. عمرهم في بعض سنه. كل اللي يشوف المال الطيب ده يا جماعه يصلي على النبي، اهم حاجه الصلاه على النبي يا جماعه. مع عرض هدايا من البدايه للنهايه. اللهم صل وبارك. صحصح معايا عشان معايا ذكر مش نتاع عم ابو عظيم. 10 عجول من البدايه للنهايه كلهم تفاح، ما عنديش ولا واحد كده ولا واحد كده، 10 عجول كلهم تفاح يا باشا. شوف قوام العجول كده يا باشا، صلي على النبي تعالى معايا كده. واحد، اللهم صل على النبي. اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة. شوف يا باشا العجول وحلاوتها. 7، 8، 9، 10. اللي يشوف الفيديو ده يا عم ابو عظيم يصلي على النبي وحياة النبي. دي بتاع ناس وصلى على النبي. عليه أفضل الصلاة. قلبك. ال 10 اهو يا باشا. ده رقم 10. اه. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. ومعايا فيهم واحد خليط إيطالي يا عم ابو عظيم. خليط إيطالي يا باشا طالع من مزرعة دبلة يا باشا، خليط إيطالي. المزرعة قالت لك ما تطلعش إلا واحد بس في ال 10 عجول. المزرعة اللي خدنا منها واخدين منها ولا عجل ولا اتنين يا باشا. ده يجي 150 عجل معتمدينهم. قال لك هو واحد بس اللي انا هديهولك. ولغيرك مش مطلعهوش يا باشا. واللي عنده من الايطالي ده ومن الحلاوة دي يا باشا يفرجني. خليط ايطالي. خليط ايطالي من العالي من اصل الاصل الايطالي يا باشا. بيور. العجول دي متحصنة يا غالي؟ كافية التحصينات كلها يا عم ابو عظيم. عجول كافية التحصينات كلها يا باشا. من انضف مال ومن احسن عجوب ومن رزق اللي هربطه. يعني ال 10 ضمك ان شاء الله كده حبل واحد. حبل واحد ان شاء الله يا باشا. كل اللي يشوف المال الطيب ده يا جماعه يصلي على النبي. يصلي على النبي. واللي يشوف الفيديو ده يا ناس صلي على النبي. عليه الصلاه والسلام. عد كده عد كده يا باشا، شوف العجول وحلاوتها يا باشا. شوف انا عاوزك اخر عجل شكل اول عجل، ما عنديش فيهم عجل هرت. اه يا جماعه. سوبر. حضراتكم معايا. سوبر يا باشا. وكل حاجه على الطبيعه امام حضراتكم، وربنا يبارك لصاحب النصيب وصاحب المال. الله يبارك للمشتري. واحنا النهارده يا عم ابو عظيم بنبيع بالجمله. احنا النهارده يا باشا بنبيع بالجمله، ولتاني مره بقول لك صحصح معانا معايا ذكر مش نتاي. اللهم صل على النبي. ال10 دمك بكام بقى ان شاء الله كده؟ والله يا عم ابو عظيم ما نقول لك ب 250,000 شكل الناس ولا ب 240,000. ال10 عجول دول ب 225,000، يعني ب 22 ونص، متوسط وزنهم 170. احنا النهارده بنبيع بسعر الجمله يا باشا. من داخل مزرعة أبو أشرف المعلم حسن شو أخويا وحبيبي. بسم الله ما شاء الله. شوف يا باشا العجول يا باشا. شوف يا باشا. شوف الأرض من الصغار عجول كلها عجول تيجي حالا أهو. بسم الله ما شاء الله. صلى على النبي، واللي ما يصلى على النبي ما يكسب. عليه الصلاة والسلام. بسم الله ما شاء الله. شوف يا باشا العجول يا باشا، وشوف اصناف العجول يا باشا. بقول لك معايا فيهم واحد خليط ايطالي. العرض من البدايه للنهايه كل واحد، ولا معايا عندي عجل صغير وما احط عجل في النص ولا الكلام ده يا باشا. انا معايا 10 عجول تفاح امريكاني ومعايا 10 ثانيه صغيرين يا باشا. تعالى يا باشا كده عم ابو عظيم، ده العرض الثاني. عرض الفعل والغلبان، واللي عاوز يكسب واللي عاوز يشوف المال ده يصلي على النبي الاول. عليه افضل الصلاه. من اول العشرة التانيين هم يا باشا، ما رغبتش في العرض ولا حاجه. من اول العشرة التانيين هم يا باشا. 1، 2، 3، 4، 5، والسادس هو يا باشا.
بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. كل اللي يشوف المرض طاب ده يصلي على النبي يا جماعه. 10 عجول، 10 عجول يا باشا. برضو اللي يشوف المال ده يصلي على النبي عليه الصلاه والسلام. 10 عجول تفاح امريكاني يا باشا. هات الفيديو كده من الاول، من البدايه للنهايه كله هدايا. واحنا النهارده يا باشا بنبيع بسعر الجمله، لتاني مره بقول لك بنبيع بسعر الجمله، ما بنبيعش يعني. ولا هو ال10 عجول تفاح امريكاني، كان ال10 الاولين ولا ال10 التانيين؟ دي اللي معاك، اللي عاوز ياخد ال10 الصغيرين احنا خدامين، وال10 الكبار احنا خدامين. لل 27 محافظه يا باشا. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. معايا دخل مش نتايه، معايا عرض من البدايه للنهايه كله هدايا. ومعايا عرض ثالث بام صغيره 15 عجل جاموس، كافيه التحصينات. البام اللي عندي كلها كافيه التحصينات، بس المزرعه اللي بتطلعهم يا عم عبد العظيم مزرعه موحده. يعني كفيات فيات فيات، معتمدين مش عجل ولا اثنين ولا ثلاثة، ده 150 عجل يا باشا. طب ال10 دول بكام بقى ان شاء الله كده؟ ال10 دول يا باشا لو انا اقول لك ب 210 ولا ب 205 ولا كمان ب 200,000. ده احنا بنقول لك النهارده معانا جوزيون، ال10 دول ب 195,000، يعني عجلهم متوسط 19,000 ونص. من داخل مزرعة أبو أشرف المعلم حسن شهوب، أخويا وحبيبي. رقم التليفون أبو أشرف 0167 6229961. رقم التليفون 010 6229961. وصلى، واللي يشوف الفيديو ده يا عم عبد العظيم يصلى على النبي. الله يفضل الصلاة، يصلى على النبي، صلاة النبي كلها مكسب، واللي صلى على النبي يكسب. تعالى يا باشا كده شوف العجل ده اهو، ده عجل اهو من 10 الصغيرين يا باشا. شوف فتحة العجل من ورا يا باشا، شوف الجلد اللي هي عقول يا باشا، تيجي على موج البحر، عقول تيجي على موج البحر يا باشا. شوف يا باشا ظهر العجل وحلاوته، ده الرابع يا باشا بتاعهم اهو. اللهم صل على، شوف يا باشا العقول وحلاوتها، شوف قوام العقول من قدام كده يا باشا. حلوا لك رجل، حل يا غالي اهو. دي من 10 صغيرين اهو، دول يعتبر الصغار بتاعهم يا باشا. مش بجيب، مش ما جايب لك اكبر عجل ولا حاجه. شوف يا باشا العجل، شوف المال دي صلى على النبي يا عم ابو عظيم. لسه لابسين الخدم، ما يعرفوش عن اي خدم يا عم ابو عظيم. العجول دي كانت سايبه يا جماعه، العجول سايبه يا باشا. بس احنا عشان اللي يشوف الفيديو يحق الفيديو مظبوط، اللي يشوف الفيديو يحق الفيديو مظبوط. ومعاه عرض من البدايه للنهايه، مش هقول لك تاني كله هلاع يا عم ابو عظيم. نبدا كده بالصلاه على النبي برضه، نفرج المشاهدين كده برضه على العرض الطيب ده، السلالات الطيبه. كل اللي يشوف المال الطيب ده يا جماعه يصلي على النبي، صلي على النبي يا باشا. شوف يا باشا العجول وحلاوه العجول يا باشا، مش عجول جايه من السوق لسه ولا ملمومه يا عم ابو عظيم. العجول دي كانت سايبه يا جماعه، عجول سايبه كافيه التحصينات، العجول دي كلها كافيه التحصينات يا باشا. نخش كده على عرض العرض. تعال يا باشا، عاوز تخش على العرض الثاني ولا تتمتع الزبون ثاني من الاولاني؟ نخش على العرض الثاني. تعال يا باشا، معاك 15 عجل.